السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيك يا حبايبي عاملين ايه؟ النهارده راجع لكم سنة ثالثة إن شاء الله على الريبورت سبيتش. احنا قلنا الريبورت سبيتش ده اللي هو الكلام الايه؟ المنقول، يعني الكلام من شخص لشخص آخر. اتفقنا كده لما جينا شرحنا قلنا احنا عندنا ثلاث أنواع منه. عندي أول حاجة جملة imperative، جملة أمرية، وعندي statement جملة خبرية، وعندي جملة منه ايه تاني؟ question اللي هي استفهامية. طيب وطبعا في questions عندنا قلنا منه نوعين، ممكن ابتدي ب auxiliary verb خلاص او ابتدي ب question verb. طيب نمسك بقى الامبيرتيف. احنا قلنا الجملة الأمرية دي تبقى عبارة عن ايه؟ اتفقنا ان انا عندي هنا شخص، قلنا الشخص ده ممكن يكون ordered بيؤمر، او ها يلا معايا كده warned، يعني warned حذر، ها بعد كده عندي ordered، عندي warned، عندي advised نصح خلاص، وencouraged ها سامع ناس بتقول شجع مش اضطر، ها وعندي told واسكت، كل ده فعل القول اللي هو said to بيتحول حسب معنى الجمله. تمام، انا عندي مثلا لو عايز اقول علي بيأمر محمد ان هو يقف، فاحنا نقول كده علي للشخص اهو ordered محمد ها to شطار، بعد كده verb infinitive to stand up خلاص. طب لو هو بيحذره ان هو ما يدخنش خلاص، يبقى محمد warned علي not to smoke. اوكي طيب، يبقى انا لو عندي جمله كده وجاي بيقول مثلا اهو ادي علي said to احمد come please، ها مين اللي يحول وعايز اوردر هنا مثلا، يبقى او ادفايز ده نصح، فهنقولها ايه؟ ولا هنشيل said to دي ونحولها لايه؟ لادفايزد حسب ما هو طالب مني. هيبقى ازاي؟ ها علي ادفايزد احمد، هنا الفيرب ايه يا ولاد؟ هنا الجملة affirmative يعني جملة مثبتة، يبقى أنا هربط بـ to ولا بـ not to؟ هربط بـ to. طب لو كانت don't come يبقى أنا هربط بإيه؟ بـ not to. يبقى الجملة الأمرية عند شخص خلاص؟ أمر شخص تاني ordered أو حذره warned أو advised أو encouraged told asked، بعد كده الشخص التاني يا إما بربط مكان الـ advised دي بربط معاه to أو not to بلس الإيه؟ الـ affirmative. دي الجملة الأمرية. طيب شرحنا برضو الجمله الخبريه اللي ستيتمنت. جمله خبريه انا اعرف ان هي جمله امريه مستر وجمله خبريه. اولا الامريه بتبقى بتبدا على طول بفيرب انفينيتيف فعل في المصدر او بكلمه دونت او نيفر. طبعا لو في دونت ونيفر قلنا بنربط بايه يا جماعه؟ نربط بنوت تو، بنحذف دونت ونيفر. ولو في بليز بعمل ايه؟ بحذفها. ولو في ضماير بحولها، لو في بليز بحذفها، ولو في ضماير بحولها. تمام. طب بالنسبه للستيتمنت الجمله اللي هي الجمله الخبريه خلاص، شخص بيقول لحد اي حاجه، مثلا علي قال انا شاطر، علي سيد قال وحط كده I am clever. انا بحول الجمله دي ازاي؟ اول حاجه هو كلم حد تاني؟ لا، يبقى عند الشخص سيد قال وبعد كده اقوم حاسب الاقواس دي ورابط بذات. تمام، علي قال انا شاطر، انت لما تيجي تنقل الكلام هتقول لي علي قال ان هو شاطر، يبقى الاير او حسب اللي بيتكلم، يبقى هتبقى هي، يبقى هنا بعد كده الفاعل يبقى علي سيد ذات هي. بعد كده هنجيب الفيرب خلاص، هنرجعه خطوه لورا، اللي هنجيبه في الباست يبقى لو هو مضارع بسيط هيبقى ماضي بسيط، مضارع مستمر هيبقى ماضي مستمر، مضارع تام هيبقى ماضي تام. طب لو هو ماضي ممكن اخليه زي ما هو ماضي او اخليه الاقدم منه اللي هو ماضي ايه؟ ماضي تام. يبقى الان هنا هخليها الباست منها ايه؟ ها ووز. يبقى علي سيد ذات هي ووز كلير. يبقى هنا الفيرب ان ذا باست فعل في الماضي. بعد كده لو في ظرف بنحول احنا الظرف يبقى ظرف متحول. تمام كده؟ طيب لو انا عاوز اقول بقى نفس الجمله دي والف في الاخر كده منى، يبقى في كام شخص عندي؟ في شخصين، او علي سيد تو منى، قال لي منى خلاص؟ احمد سيد تو بسنت خلاص؟ طيب يبقى انا هعمل ايه؟ يبقى انا هحول سيد تو دي الى ايه؟ الى تولد.
يبقى سيتو طالما في شخصين يبقى انا خليها يا جماعه فور. يعني لو عايز اقول يا جماعه منى قالت يبقى اقولها ازاي؟ ها منى سيت شطار منى سيت. طب لو انا عايز اقول منى قالت لحسين يبقى منى تولد حسين منى تولد حسين. طيب وبحسب اقواس هو ضد مين؟ بالذات. بعد كده عند السبجكت بحوله حسب اللي بيتكلم. لو هنا منى تبقى الفاعل يبقى الفاعل ده ايه؟ شي شطار. يبقى الاي بيتحول لانها هي لانها شي. جدول الضمائر الموجود عندي في المنظومه تحفظه كويس. طيب بعد كده قلنا الفيرب يبقى في الباست. طب هنا ام ماضيها ووز. طب لو كان بلاي يبقى بلاي. لو كان واتش يبقى واتش. يبقى ممكن يبقى ماضي بسيط فيرب اخره اي دي لان الفيرب شاذ وقلنا نحفظه زي ما هو. طيب لو هو مثلا ام بلاينج. ام بلاينج دي ده بريزنت كونتينوس اوكي يعني مضارع مستمر. انا اخليها ووز او وير بلاينج يبقى فيربو اي ان جي. يبقى انا عندي باست يا اما فيرب اخره اي دي يا اما شاذ وتحفظين يا اما ووز وير اي ان جي يا اما هاد البي دي باست ايه بارتس. طيب ممكن يبقى الماضي من ويل ده وود شطار. الماضي من كان كود. الماضي من شال شوت. الماضي من مي مايت. طيب وظرف متحول يعني ايه ظرف متحول؟ احنا اتفقنا كده بسرعه انا عندي ناو بحولها لايه؟ لذن شطار. طب ذيس تحول لايه؟ ذات. طيب توداي بيبقى ذات داي. تونايت ذات نايت. الجدول اللي احنا كنا كاتبينه خلاص في المنظمه عندي. طيب بعد كده ثالث نوع هي الجمله خلاص الاستفهاميه. طب السؤال انا عندي منه نوعين. اول حاجه تعال نشوف الرسمه بتاعتنا. لو انا جيت قلت الاول منى سيد منى قالت تو مي قالت لي دو يو لايك انجلش ده سؤال اخو عم استفهام كمان هو ده سؤال بس السؤال ده ابتدت يبقى استفهام ولا فعل مساعد؟ الفعل ايه؟ مساعد. يبقى اول حاجه سيت تو دي يبقى منى سيت تو احولها انا لاسكت. يبقى تبقى الجمله عامله ازاي؟ ها شطار منى ها اسكت ها مي. طيب اربط هنا بايه بقى؟ قال لي هنا بالفعل المساعد يبقى بنربط باف او ويذر. اف او ايه اولاد او ويذر خلاص. يبقى هربط باف وبعد كده لو لقيت دو او ديد او داز قلنا بنعمل فيها ايه؟ بنحذفها خلاص مش عاوزها. يلا اليو هتكون عايده على مين؟ منى سالتني انا. انا يبقى اليو عايده عليا انا. يبقى اليو تبقى اي. بعد كده نجيب الفيرب في الباست زي اللي فوق بالظبط. الماضي من لايك لايكت انجلش تمام تمام. طيب لو انا جيت قلت جمله كمان وقلت مثلا احمد سيد تو ايسن وين is the next bus leaving. ها مين يحاول؟ اول حاجه set to تبقى asked تمام. هنا بنحذف الاقواس برضه. هنا كنا بنربط بإف او ويذر لما يبقى في اداه استفهام. إف او ويذر لما في فعل مساعد. طب هنا اداه استفهام تنزل زي ما هي بنفس الاداه يبقى وين. طيب بعد ما اربط وين بخلي الفاعل قبل الفعل يعني بعمل عمليه المقص اللي احنا اتفقنا عليه. يبقى بدل از ذا نيكست باص يبقى ذا نيكست باص بعد كده از باص منها ايه؟ ووز ليفينج. طب مستر ده ما حطيتش ليه نيكست؟ عشان احنا اتفقنا ان ممكن نحول الظروف. نيكست دي تبقى ممكن تبقى ذا فولوينج فولوينج باص اوكي. يبقى احمد اسك ايسل وين ذا فولوينج باص ووز ايه؟ ووز ليفينج. طيب سؤال كمان لو جيت قلت haven't you finished the خليها your عشان نحاول نضمها هنا your project. haven't you finished your project I said to my sister. I said to my sister. ها لو انا عايز اقول يبقى I asked my sister. I asked my sister. هنا خلاص هنا جمله استفهاميه. طيب انا اعمل ايه بقى؟ انا هحذف الايه؟ الاقواس. طب هنا ده استفهام ولا فعل مساعد؟ ده فعل مساعد يبقى انا هربط بإف او وذر بس هربط بإف. طيب حلو بعد ما اربط بإف بعمل عمليه النص اللي احنا اتفقنا عليها. طب يلا haven't you اللي هو هتبقى عايده على مين؟ على اللي بتسال my sister. خلاص انا سالت اختي haven't you finished your project؟ يبقى I asked my sister if
she عيد عليها هي haven't الباست منها قلنا هنجيبه يبقى ايه hadn't خلاص finished her project حول الضمائر لازم يبقى دور الضمائر الموجود عندي في الملزمة يتحفظ كويس خلاص تمام كده طيب انا ما بجيبش خطوة الباست دي ولا الظروف في ثلاث حالات لو عارفين لو هي حاجة حقيقة علمية يعني ايه حقيقة علمية لما اقول لك مثلا رحمة said to me قالت لي water boils at 100 degrees طبعا دي جملة ايه مش استفهامية خلاص بس بوريك النوع ان انا ما بجيبش الباست مش هقول boiled يبقى انا هنا هقول مثلا يبقى رحمة told me that نفس الجملة زي ما هي طيب بعد كده في نوع تاني لو انا حاطط هنا مثلا just now او a moment ago طبعا انتوا عندي الشرح المنظم اكتر من كده في الملزمة احنا بس هنشخبط كده عشان خاطر ايه نفكركم بالحاجات اللي احنا قلناها قبل كده في reported speech عايزكم بقى تحلوا على الاسئله يا اولاد خلاص وبعد ما تحلوا في اي اسئله ابعتوا لي على الجروب على الواتس تمام اشوفكم